احتفالات في العالم بذكرى انتصار الحلفاء على النازية. انتصار خالد وراسخ ليس فقط في ذاكرة من عاش تلك المأساة الإنسانية، بل أيضا لدى من سمع أو قرأ عنها في كتب التاريخ. حرب أودت بأرواح ملايين البشر، وخاصة من الشعب السوفيتي الذي لعب دورا مركزيا في هذا النصر العظيم. في مثل هذا اليوم استطعنا أن ندرك أننا أحرار وأننا لسنا عبيدا عند أحد، وأن الحرب المرعبة التي أودت بحياة الملايين قد انتهت، ولهذا أعتقد أن هذا اليوم عيد عظيم. في مثل هذا اليوم الأغر استطاع الجيش الأحمر السوفيتي أن يحقق النصر العظيم بتحرير البشرية من براثن النازية، جيش قدم أرواح الملايين من أجل الانتصار المجيد. المجتمع الذي لا يتذكر ماضيه لا أعتقد أن لديه مستقبلا، وبدون شك أعتقد أن على الجيل الجديد وخاصة في إسرائيل أن يدرك لمن يجب أن يكون ممتنا. هذا الجيل يجب أن يعلم أن الحرب العالمية الثانية لم تكن فقط مأساة المحرقة، ولولا هذا النصر الذي حققه الجيش الأحمر وحلفاؤه لما كان من الممكن إقامة دولة إسرائيل. مرارة الحرب التي لم تستثني أحدا تراها مخلدة جنبا إلى جنب مع فرحة نصر بات محفورا في عقول وأذهان الجيل الجديد، والذي لم يكن له ليعيش في حرية وازدهار لولا تضحيات هؤلاء الأبطال الذين شاركوا في ملحمة الحرب الوطنية العظمى. في الذكرى 68 للحرب الوطنية العظمى يستذكر من عاشها مأساة الحرب ومتعة الانتصار العظيم ضد الفاشية أكبر أعداء الإنسانية. سامي أبو دياب، روسيا اليوم، القدس.